وينضم إلينا من عمان محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب سركيس نزال للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. سيد سركيس، بعد التحية، شهد مؤشر الدولار ارتفاعا واضحا يوم الجمعة مع صدور بيانات الوظائف الأمريكية، هل من المتوقع أن يستمر هذا الارتفاع؟ صباح الخير. صباح بالفعل ارتفع الدولار الأمريكي ب 78% وجاء هذا الارتفاع بعد مفاجأة من بيانات الوظائف الأمريكية والتي أظهرت انخفاض في معدل البطالة إلى أدنى مستوى منذ شهر شباط عام 2020، أي قبل انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا يعني بأن أسواق الوظائف في الولايات المتحدة يبدو بأنها ما تزال منتعشة، وهذا ما أدى إلى ارتفاع في الدولار الأمريكي، خصوصا بعدما أظهرت البيانات إضافة أو توظيف أكثر من 500 ألف موظف جديد الشهر الماضي. هذه البيانات الاقتصادية المفاجئة في جودتها جعلت المستثمرين يعتقدون بأن الفيدرالي الأمريكي سيستمر بسياساته التجديدية السريعة لأسعار الفائدة، وعادت توقعات أن يتم رفع الفائدة في شهر أيلول المقبل ب 75 نقطة أساس. كنا نتحدث الأسبوع الماضي عن 50 نقطة أساس، لكن بعد البيانات الاقتصادية المهمة جدا والتي أثبتت استمرار نمو أسواق الوظائف، هذا رفع احتمالية أن يتم الاستمرار برفع الفائدة ب 75 نقطة أساس، مما تسبب بارتفاع ملموس في الدولار الأمريكي أمام سلة العملات. هذا الأسبوع نحن في انتظار بيانات غاية في الأهمية من أمريكا، متمثلة ببيانات مؤشر أسعار المستهلكين أي التضخم وارتفاع الأسعار. نحن نعلم بأن الاحتياطي الفيدرالي يرفع الفائدة للحد من ارتفاع الأسعار، وهذا الأسبوع سوف نراقب يوم الأربعاء المقبل هذه البيانات الاقتصادية التي ستؤكد أو تنفي احتمالية رفع الفائدة. وهذه البيانات التي ستصدر يوم الأربعاء كما أشرنا ستكون المحددة لتوجهات الدولار الأمريكي. نعم سيد سركيس، بالمقابل اليورو شهد تراجعا واضحا أمام الدولار الأمريكي، هل يوجد عوامل أخرى غير رفع أسعار الفائدة تؤثر على منحنى صرف اليورو مثل البيانات الاقتصادية الضعيفة؟ بالتأكيد بيانات الاقتصادية التي صدرت من أوروبا الفترة الماضية أظهرت تراجع واضح في نمو القطاعات الاقتصادية، منها قطاع الخدمات وقطاع الصناعات التحويلية. فبحسب مؤشرات مديري المشتريات التي صدرت مؤخرا، فاقتصاد منطقة اليورو يعاني وبشدة جراء التوترات الجيوسياسية شرق أوروبا، إلى جانب أزمة الطاقة. أزمة الطاقة تهدد بانخفاض كبير في الصناعة والصناعات في كبرى دول منطقة اليورو والتي منها ألمانيا. أضيف على كل ذلك تخفيض التصنيف الائتماني لإيطاليا، وهذا التخفيض في التصنيف يظهر توقعات سلبية إن كان لاقتصاد إيطاليا وكذلك الائتمان الإيطالي، وهذا كله سبب أو أسباب دعمت الانخفاض في سعر صرف اليورو أمام عدة عملات والتي منها الدولار الأمريكي. انخفض اليورو من مستويات قاربت الدولار وثلاث سنتات ليغلق الأسبوع الماضي عند دولار وسنت أمريكي واحد، وهذا كله قد يبقي الضغط على اليورو خلال الفترة المقبلة. نعم سركيس نزار، محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.